في هذا الحال عم نقول
التامة لا تكون لا تزايدية ولا تكون تناقصية. هذا بالنسبة للمباركة. إذا الخلاصة من المباركة لما تكون شبكة مشتقة عند السين واحد أكبر من الصفر نقول الدالة تزايدية. لما تكون ثلاثة مشتقة عند السين واحد أصغر من الصفر فإن الدالة إيش؟ تناقصية. طيب معنا ملاحظات مهمة جدا، وعندما نقول مهمة جدا معناته أنه أكيد لازم نركز على هذه الملاحظة. ما هي أول ملاحظة؟ رقم واحد، عندما ندرس تزايد وتناقص الدالة فإننا نتأكد في البداية أن قيمة السين واحد تنتمي إلى الفترة. أين الفترة؟ الفترة اللي يجي بها السؤال. زي ما قلنا قد ربما يجي فترة. إذا جاء فترة فلازم أتأكد أن السين واحد تنتمي إلى الفترة. أو تنتمي إلى مجموعة تعريف الدالة إذا لم يعطى في السؤال فترة. يعني إذا جبتكم في السؤال فترة وطلعتوا قيمة السين واحد لازم تتأكد أنه تنتمي إلى الفترة. طيب إذا ما جابش فترة قيمة السين واحد لازم أتأكد أنه تنتمي إلى مجموعة التعريف. هذه ملاحظة مهمة جدا. فالسين واحد يا إما تنتمي إلى الفترة إذا جابني فترة بالسؤال، أو تنتمي إلى مجموعة التعريف إذا ما جابش فترة. طيب الملاحظة رقم اثنين، عندما ندرس تزايد وتناقص الدالة فإننا ندرس إشارة المشتقة الأولى. ندرس إشارة المشتقة الأولى اللي نشرها قبل، طبعا قبل يعني يسار، وبعد يعني يمين. إذا لما أقول لكم قبل معناته من جهة اليسار، ولما أقول لكم بعد معناته من جهة اليمين. قبل وبعد القيمة سين واحد. هذا لما نشتي ندرس الإشارة فإننا نختار أعداد قبل وبعد السين واحد. وهذا إن شاء الله حنتكلم عنها أكيد وحنشرح الملاحظة هذه. كل الملاحظات إن شاء الله حنشرحها لما نتكلم عن الأمثلة. رقم ثلاثة، إذا كانت القيمة سين واحد لا تنتمي إلى الفترة، مش موجودة بالفترة، مش هتاخد هنا لازم تكون تنتمي إلى الفترة. طيب هانت القيمة حق سين واحد لا تنتمي إلى الفترة ولا تنتمي إلى مجموعة التعريف، يعني لا هي داخل الفترة ولا هي داخل مجموعة التعريف. في هذا الحال ايش نعمل؟ فإننا لا ندرس التزايد والتناقص، ما ندرس شرط التزايد والتناقص قبل وبعد القيمة سين واحد. يعني لا ندرس التزايد لا قبل ولا بعد السين واحد إذا كانت لا تنتمي. نهمل التزايد؟ لا. وإنما شوفوا هنا، إذا كانت قيمة سين واحد لا تنتمي إلى الفترة، هذه فترة، سين واحد ماشي داخل الفترة، وسين واحد لا تنتمي إلى مجموعة التعريف، طيب في هذا الحال إيش نعمل؟ نقول الدالة مش تزايدية؟ غلط. فإحنا هذا في هذا الحال إيش نعمل؟ إنما ندرس التزايد والتناقص داخل الفترة. يعني باختصار نهمل قيمة سين واحد. نهمل قيمة سين واحد وندرس التزايد والتناقص يا اما داخل الفتره او على مجموعه التعريف فقط. هذا بالنسبه للملاحظه رقم ثلاثه. طيب خطوات تحديد فترات الزايد والتناقص. طبعا على فكره التزايد والتناقص بيكون على شكل فترات. التزايد والتناقص بيكون دائما على شكل فترات. هذه مهمه جدا. لانه بعض الطلاب لما نقول له طلع التزايد والتناقص يطلعها على شكل ايش؟ قيم. هذا غلط. التزايد والتناقص دائما على شكل فترات، وانتبه لهذا الشيء. طيب ما هي خطوات تحليل فترات التزايد والتناقص؟ ثلاث خطوات. اذا نشتي اطلع التزايد والتناقص معايا ثلاث خطوات. الخطوه الاولى نوجد الشقه. نوجد المشتقه الاولى، هذه اول خطوه. الخطوة الثانية نضع المشتقة الأولى تساوي صفر، شوفوا المشتقة تساوي صفر. طيب ليش أخذ المشتقة وأساويها بالصفر؟ إيش السبب؟ هذا وذلك لكي نحصل على قيم، على قيم ما؟ سين واحد. إن وجدت فعلا أحيانا تكون السين واحد موجودة وأحيانا ما فيش قيمة للسين واحد. إذا الخطوة الأولى مشتقة الدالة، الخطوة الثانية ناخذ المشتقة ونساويها بكم؟ بالصفر. ايش الهدف عندنا؟ اخذ المشتقة واساويها بالصفر.
علشان اطلع البي بسين واحد ان وجدت. طيب بعد ما طلعت بي بسين واحد ما هي الخطوه الثالثه؟ الخطوه الثالثه نكون جدول، نعمل جدول وان شاء الله نوضح هذا الشيء بالامثله، وندرس اشاره دال شرطه زي ما قلنا بسرعه، ندرس اشاره دال شرطه قبل قلنا اليسار وبعد اليمين قيل او قيل سين واحد. اذا نكون جدول وندرس اشاره المشتقه قبل وبعد قيل سين واحد، ومن خلال ذلك يعني من خلال الاشاره اكيد من خلال الاشاره عاد اعرف متى تكون الداله تزايديه ومتى تكون الداله ايش؟ تناقصيه، وهذا الذي قلنا. ومن خلال ذلك يعني من خلال اشاره المشتقه فإننا نستطيع تحديد فترات التزايد وإيش؟ والتناقص للدالة. هذا بالنسبة طيب بالنسبة للأمثلة، وعلشان نوضح التزايد والتناقص بشكل أفضل ناخذ أمثلة. حدد فترات التزايد والتناقص للدالة الدالة، وإحنا اتفقنا أن التزايد والتناقص بيكون على شكل إيش؟ فترة. طيب دال س يساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 4. عشان اسال سؤال بسيط جدا، المثال الذي امامكم هل جاب لي فتره؟ ما جاب شيء فتره، ما اعرفش فتره نهائيه. طبعا الفتره نقول من 1 ل 3 من سالب 2 الى الصفر، هذه الفتره وانتم عارفين الفتره. فلو تلاحظوا في السؤال هذا ما فيش فتره. اذا ما فيش فتره فاحنا نبدا نطلع مجموعة تعريف الدالة. هذا من الأفضل نطلع مجموعة التعريف علشان نتأكد هل السين تنتمي إلى مجموعة التعريف ولا لا. فإحنا هنا نطلع مجموعة التعريف. طبعا الدالة كثيرة الحدود، بما أن الدالة كثيرة الحدود من الدرجة الكام الثانية، إذا مجموعة تعريف الدالة إيش هتساوي؟ ح. والحاء هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي نقدر نكتبها على شكل فترة من فلافين من سالب ما لا نهاية إلى موجب لا نهاية. فأنا طلعت مجموعة التعريف على الرغم إنه ما طلب شيء من مجموعة التعريف. هو بالسؤال يشتري فترات التزايد والتناقص، بس يفضل إنه يطلع مجموعة التعريف الأفضلية. إذا ما فيش فترة فمجموعة التعريف بتكون مهمة جدا، وعلى فكرة مجموعة التعريف هي مهمة بشكل عام. نشتق الداله، ما هي خطوات التزايد والتناقص؟ اول خطوه نوجد دال شرطه. تعالوا نشتق الداله. دال شرطه س، ما هي مشتقه س تربيع؟ 2 س. ما هي مشتقه 2 س؟ سالب 2. ما هي مشتقه 4؟ صفر. المشتقه موجوده. بعد ما نشتق الداله، هذه اول خطوه. ما هي الخطوه الثانيه؟ الخطوة الأولى اشتق الدالة، اشتق الدالة. طيب ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية نضع المشتقة تساوي صفر. حلو؟ إذا عندنا هنا نضع دال شرطة س تساوي صفر. معناته لازم آخذ المشتقة هذه وأساويها بالصفر. 2 س ناقص 2 تساوي صفر. هذه معادلة. معادلة لأن فيها إشارة مساواة. طيب معادلة من أي درجة؟ من الدرجة الأولى. طيب كيف نحل المعادلة إلى أي درجة؟ المعادلة لما تكون درجة أولى نحلها إنه نخلي المتغير في طرف والأعداد في طرف. فإحنا عنقول ننقل الاثنين، وعندما ننقل الاثنين بدل ما يسالب ترجع موجب، فيكون 2 س تساوي 2. إذا نقلت الاثنين، وعندما نقلت الاثنين حركت الاثنين من الطرف الايمن للايسر. وطبعا اي حاجه لما نقولها من طرف لا طرف اغير الاشاره. اذا هي سالب ترجع موجب، واذا كانت موجب ترجع ايش؟ سالب. طيب نقسم الطرفين على اثنين. نقسم الطرفين على من؟ على اثنين، اللي هو معامل السين. هذا اثنين. مشال هذا. اللي هو معامل السين. طبعا الطرف الايمن الاثنين حتنقسم على القاسي. وهنا 2 قسمة 2 بكام؟ 1. هذه قيمة السين. إذا السين كم تساوي 1؟ هذه نقدر نعتبرها سين 1.
هكذا نطلع بي بالسوان. اذا اخذنا المشتقات صفر، 2 سي ناقص 2 بصفر، نقلت الاثنين بتغيير الاشاره، قسمت الطرف على 2 اذا قيمه السي كم هي؟ 1. طيب سؤال، هل الواحد ينتمي الى مجموعه التعريف؟ اكيد الواحد ينتمي الى مجموعه تعريف الداله، لان احنا كتبنا لكم ملاحظه لازم قيمه سين واحد يا تنتمي الى الفتره يا تنتمي الى مجموعه التعريف. اذا انت فتره انا اركز على الفتره، اذا ما بش فتره فاركز على مجموعه التعريف، ومجموعه التعريف ح، والواحد يعتبر عدد ينتمي الى ح اللي مجموعه التعريف الداله. طيب فهمت، نضع المشتقة تساوي صفر، وذلك لكي نحصل على قيم سين واحد إن وجدت، طلع سين واحد. طيب ما هي الخطوة الثالثة؟ نكون جدول، خلاص بدي نعمل جدول. وهذا الجدول حقنا هنعمل هذا سين. تحت نعمل د شرطة سين اللي هي مشتقة علشان ندرس الإشارة. وتحت نعمل الدالة علشان نرسم يا تزايدية يا تناقصية. إذا الجدول بيكون مكون من ثلاث أشياء. ثلاث أشياء. أول شيء هو السين، هذا دائما. الشيء اللي بعده المشتقة. والشيء الثالث الدالة. طيب ما هي مجموعة التعريف؟ من ولا وين؟ من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. خلاص أنا نحط من؟ سالب ما لا نهاية. وهذا الخط موجب ما لا نهاية. هذا على خط السي. إذا على خط السي نحط المجموعة التعريف أو الفترة. إذا في فترة فأنا آخذ الفترة. إذا ما فيش فترة آخذ مجموعة التعريف، ومجموعة التعريف من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. بعدين ناخذ قيمة السي الواحد، كم قيمة السي الواحد؟ واحد. بل نحط الواحد، الواحد نحطه في المنتصف في اي مكان، بس يفضل نحطه بالمنتصف. اذا ما معنا الا قيمه واحده، اذا ما في الا قيمه واحده فنحطه في اي مكان، تشتو هنا تشتو هنا، بس الافضل ان انا احطه بالمنتصف. هذا هو السين الواحد. طبعا دائما السين الواحد من فنطره من المشتقه، صح؟ اكيد. مش احنا ساوينا المشتقه بالصفر طلعنا السين، السين كم؟ واحد. شوف لو تاخذ الواحد هذا وتعوضه بالمشتقة، 2 في 1 2، 2 ناقص 2 بكم؟ بصفر. لذلك دائما المشتقة عند السين واحد قيمتها بصفر. المشتقة عند السين واحد قيمتها بصفر. هذا انتهينا منه. طيب تعالوا نكون جدول. عملت جدول وحطت قيمة السين واحد، والمشتقة عند القيمة سين واحد دائما صفر. ما تنسوهاش، مشتقة الدالة الأولى عند السين واحد عند القيمة اللي طلعت دائما الصفر، أكيد لأنه لو عوض واحد 2 في 1 2 2 ناقص 2 بصفر. طيب ندرس الإشارة قبل وبعد قيم سين واحد، طبعا قبل معناته اليسار وبعد معناته اليمين. لذلك انتبهت أنه أهم نقطة نسويها الآن. بعد مشتقين وبعد ما طلعنا قيمة السين نجي إلى أهم نقطة، وللأسف الشديد بعض الطلاب وليس أغلب الطلاب، بعض الطلاب ما يعرفش كيف يتعامل مع هذا الكلام اللي مكتوب عنه. هذا من العدد واحد، صح؟ الآن ندرس على يسار واحد، يعني ندرس على اليسار. هذا كله هذا يسمى قلب، وها من هنا إلى هنا ايش يسمى؟ بعد. هذا قبل وهذا بعد. قبل معناته نختار عدد أقل من الواحد، هذا هو القبل. وبعد الواحد نختار عدد أكبر من واحد. طيب ايش العدد اللي أكبر بأقل من واحد؟ العدد اللي أقل من واحد به صفر وبه نص وبه ربع وبه سالب 2 سالب 3 سالب 1. فلو تلاحظوا لو نلاحظ مع بعض انه قبل الواحد معانا اعداد كثيره جدا،
احنا ما نختارش كل الاعداد، نختار عدد. وليكن وليكن صفر. طيب ايش نعمل بالصفر هذا؟ هذا الصفر نعوضه في المشتقات. مش احنا هلا قلنا ندرس اشاره المشتقه قبل وبعد جي ام سي واحد، خلص انا ابدا قبل سي واحد، اخذ الصفر هذا، هذا الصفر واعوضه في المشتقه. هذا اللي اعملها ورقه هامش، بس ورقه هامش، واقول نعوض عن س تساوي صفر في المشتقه. تعالوا نعوض في المشتقه. اذا يكون د شرط صفر يساوي 2 في صفر ناقص 2. 2 في صفر ناقص 2. طيب 2 في صفر بكم؟ بصفر. صفر ناقص 2 سالب 2. طيب نسالكم سؤال بسيط جدا. سالب 2 يا خالد كانوا يعني اكبر من صفر ولا اصغر من الصفر؟ اصغر من الصفر. واصغر من الصفر معناته ان الداله تناقص 2. هنا الاشاره سالب، المشتقه سالب، والسالب معناته ان الداله ايش؟ تناقصيه. فعنقول هذا، عنقول له هنا د، ايش معنى د؟ د تناقصيه من ثلاثين، من سالب ما لا نهايه، لعنا الواحد، ايش لعنا الصفر؟ لعنا الواحد، على الفتره سالب ما لا نهايه الى ما؟ الى الواحد. هذا تناقصي. إذا نشرح التناقصية مرة أخيرة، ناخذ السي الواحد وناخذ أي عدد أقل من الواحد، ومعايا من اللي أقل من الواحد أعداد كثيرة جدا. أنا اخترت الصفر، هذا الصفر عوضه في المشتقة. عندما عوضت على السين بصفر في المشتقة، اثنين في صفر بصفر، صفر ناقص 2 سالب 2، طيب سالب 2 أكبر من الصفر ولا أصغر من الصفر؟ أصغر من الصفر معناته أن المشتقة سالبة، وإذا كانت المشتقة سالب فإن الدالة تناقصية. هذا قبل الواحد. إلى الآن بنفس الفكرة نختار أعداد بعد الواحد. بعد الواحد يعني أعداد أكبر من واحد. إيش الأعداد أكبر من واحد؟ في معانا واحد ونص، وفي معانا اثنين، وفي معانا ثلاثة، وفي معانا أربعة، وفي معانا ملايين الأعداد. إحنا يفضل أن نختار عدد يكون قريب من الواحد وليكن اثنين. إذا هذا اختار صفر، هذا اختار اثنين. نفس الشيء نعوض زي ما عملت مع الصفر، ايش عمل معنا اثنين؟ نعوض عن س تساوي اثنين في المشتقة. فنفعل د شرطة اثنين. د شرطة يعني أركز على المشتقة، هذا مش الدالة. د شرطة يعني أركز على المشتقة. أعوض عن كل س بكام؟ اثنين. اثنين في س يعني 2 في 2 ناقص 2. 2 في 2 كم؟ 4. 4 ناقص 2، 4 ناقص 2 2. ال 2 موجب ولا سالب؟ موجب. معناته المشتقة موجبة. أكبر من الصفر. إذا أكبر من الصفر. إذا المشتقة موجبة معناته الدالة تزايدية ولا تناقصية؟ تزايدية. فأقول لها أنا تزايدية على الفترة من واحد إلى موجب ما لا نهاية. من واحد إلى موجب ما لا نهاية. زي ما قلنا دائما عندما أدرس التزايد والتناقص أدرس عند قيمة السن اللي طلعت معانا. وقيمة السن كم طلعت؟ واحد. إذا درست التزايد والتناقص قبل الواحد ودرست التزايد والتناقص بعد الواحد. قبل الواحد دالة تناقصية، وبعد الواحد الدالة ما لها؟ تزايدية. لما يكون السهم لها فوق معناته تزايدية. طيب ولما يكون السهم لها تحت معناته ايش؟ تناقصية. هذا بالنسبة للمثال الأول.